وكان على بلد جيو في المثال. أنا ما تلقانيش مالك. هذه متهمة مفوجائية. ما نخبروا حتى واحد. يعطيك الصحة. هكذا بصح أنت راك تاجر عندك بضاعة لداخل لازم لا ما قلناش ما لحد الآن الساعة ما قلناش. بصح لقينا عرقلة بور لانستون المهمة تاعنا ما خدمناهاش. هي حجج قدمها هذا التاجر لأعوان مفتشية التجارة خلال خرجتهم المفاجئة لمراقبة المحلات، صحيحة كانت أم تهربا فهي تعرقل عمل هؤلاء. أبواب محلات جملة مستودعات ومخازن مغلقة في وجههم، وإن حضر التاجر غابت مفاتيح الأبواب. قلنا لك ولا عندك الدوبل افتح لنا نشوفو. لا 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 ما كاش حتى مشكل. هكذا سبحانه هذا باك ماشي مشكل. احنا هاوليك خلينا له استدعاء يجي يقدم الاعذار تاعو. احنا اعوال تجارة من بين المعراقل اللي رانا نلاقوها في الميدان سي لا ماجوريتي تاع المخازن نلقاوها مغلوقين هكذا، دونك صافي شغل كاين حائل باه ناديو المهام تاعنا. جينيرالمون ماشي الاول ماشي الدوزيام، حنا جينيرالمون المنطقه رانا نلقاو المشاكل هذو. وكاين اللي عندهم مخازن تاعهم وليسياج تاعهم في ولايات واحد اخرين، دونك صافي ما على بالهم بالمناسبه يقدر يكون صح ما على بالوش واسمو، دونك صافي ما يخليوش ولا خلى على اساس ما كاشو هنا وكلش. هذه الخرجات الميدانية المفاجئة كشفت عما يمارسه التجار من وسائل وطرق يتهربون من خلالها من عصا الرقبة، وما اكتشفناه في هذه المخازن للتبريد خير دليل. رانا لقينا كمية تاع الدجاج هذا راك تشوف فيه الحالة تاعها ما تستحقش تفسير واحد آخر. راح حالة من حيث الرائحة اللي راهي تمد وراه الوضع تاعو هنا باين بلي غير صالح للاستهلاك. راكم شفتوا العملية، بدينا من تحت لقينا عملية منتوجات منتهي الصلاحية، فتحت لنا خلتنا به نشكوا زدنا طورنا التحقيق تاعنا لقيناه. راكم شفتوا هنا كيف العملية تتفهم، منتوج منتهي الصلاحية إلا أن المتعامل الاقتصادي يسمح لروحه به يعود ليدات يزيد له تمديد في ليدات وكلش، بهذا يعتبر غش للمستهلك. رغم الإجراءات التي تسعى إليها الهيئة الوصية من أجل الحد من ظاهرة الغش والمضاربة، إلا أن بعض التجار يستغلون كل الطرق المتاحة للتهرب من الضرائب وممارسة نشاطاتهم بطرق غير قانونية واستعمال الحيل والغش ولو حتى على حساب صحة المواطنين.